كشفت دراسة ألمانية حديثة أجراها باحثين بجامعة بامبريدج الألمانية أنه حرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم بالمنزل وقراءة الكتب لإلهم خلال سنوات الطفولة المبكرة بيساهم بشكل كبير وفعال بتحسين مهاراتهم باللغة والرياضيات بمرحلة المراهقة. أظهرت نتائج الدراسة أنه الأطفال يلي اعتاد آباءهم يقروا لإلهم الكتب ويتحدثوا معهم بانتظام عن الكتب بمرحلة ما قبل المدرسة حققوا نتائج أفضل باختبارات الرياضيات بعمر 12 سنة. شملت الدراسة 554 طفل أعمارهم 3 سنوات، تم اختبارهم وتتبع مدى التفاعل بينهم وبين آبائهم بالنسبة للتعليم المنزلي بمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة، وبعدها جرى تتبع مستويات تقدمهم المعرفي حتى بلوغهم سن 13 عام. وخلال فترة الدراسة تم اختبار مهارات القراءة والكتابة والحساب عندهم سنوياً ابتداءً من سنوات ما قبل المدرسة وحتى بلغ عمر المشاركين 12-13 سنة، يعني بالمرحلة الثانوية. توصلوا الباحثين لأنه الأطفال استفادوا من التعليم المنزلي بسنوات ما قبل المدرسة خاصة بمهارات القراءة والكتابة واللغة والرياضيات، وبالتالي حققوا نتائج أعلى بهالمهارات بالمدارس الثانوية. أيضاً تبين أنه سعي الوالدين لمحو أمية الأطفال بالمنزل بيؤدي لتعزيز المهارات اللغوية وتحسين القدرة على التعامل مع العمليات الحسابية بالكبر.